يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت ونسيت أن تأخذ من شعرها، وقد رجعت إلى مكان إقامتها وحصل بينها وبين زوجها جماع، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أمران: الأمر الأول أن تقصر، لأن التقصير باقي في ذمتها وليس له مكان خاص، تقصر في أي مكان. والأمر الثاني أن تذبح فدية في مكة عن الجماع، لأنها قصرت قبل أن تحل من إحرامها، تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء. نعم.